افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي أجنحة قصص أمم في مدينة إكسبو دبي، وتتوزع الأجنحة الثلاثة في مناطق مدينة إكسبو الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم معروضات ومقتنيات من مشاركات الدول في إكسبو 2020 دبي ضمن رحلة تسرد قصة ملهمة عن اجتماع العالم في إكسبو 2020 دبي وتطلعه نحو صنع مستقبل أفضل للجميع في تجربة تفاعلية مميزة تجمع الفائدة والمعرفة بالمتعة والترفيه. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: جمع إكسبو 2020 دبي دول العالم معا حيث احتفلت بثقافاتها وأفكارها وابتكاراتها وتبادلت الخبرات والإنجازات. وأضاف معالي: وتهدف أجنحة قصص أمم ومعروضاتها ومحتوياتها لتكريم أكثر من 200 دولة ومنظمة شاركت في إكسبو 2020 دبي والتذكير ببعض اللحظات المميزة من الحدث الدولي الفريد.